اللي يسمعوا فينا واللي تبعوا في راديو ميد هذاك علاش ما كانهم باش يربحوا ان ديني بور دو بيرسون. وان شاء الله كل جمعه فما شكون مش يربح من عند كافي بروكس. دونك اللي ربحت معانا هي هند سعودي ايبوز مثلوتي. الف مبروك يا هند. انت اللي شاركت حطي جيم وبارتاج البوبليكاسيون، عمل جيم الباج كافي بروكس، عمل جيم الباج راديو ميد تونيزي، ماركيت صحابك في البوبليكاسيون، هذاك علاش انت اللي ربحت معانا اليوم هند سعودي. وهذا مش غريب على كافي بروكس، ومش جمعة هذه بركة باش نتواصلوا، هذا كل جمعة باش يربح شكون واللي يحب يربح كيما نوال تسمع هند كيما هند تاو، ينجم تتوفر فرصة للربح كي يقعد يتابعنا ديما ويبارتاجي البروكس ويعمل جيم وتاقي صحابه كل جمعة هكا. أي ماذا بي تاقي صحابه لو ماكس لو ماكس. أيوة. وي شعنا في البروكس حاجة واو حاجة واو بروكس أزود ليلو ما يوفاش كل نقشة ونقشتها، ومع بروكس كل شيء على الكيف وتخليك متكيف أحلى تكيف. نبدأ من فطور الصباح مالح وإلا حلو، وفي الزوز باش تلقى الفيتامينات الكل، وأحلى فطور وأبن عشاء نلقاوها في بروكس. خمم فيكم وفي شهويكم وأعمل لكم أكلات جديدة تاكلوا صوابعكم وراها. طبق ماكسي كريزي فيه 9 قطعات دجاج ومعها فريت سلطة صوص والروز، طبق تشيكن فري، طبق تشيكن ميكس، وطبق بايلا بروكس. بايلا بروكس يا ميسا ما عندك ما تذوق فيها. دجاج وغلال البحر بنا على بنا مع بروكس، ديما تتمتع بجديد وزيدكم زيادة كل نهار لحد عمل لكم جو سبيسيال كاروكي. اللي يحب يعمل جو الأحباب والأصحاب والعائلات ما تنسوش بس تلموا وزهيروا رواحكم. واللي يحب يستفسر ينجم يتصل على الرقم 52 301 000 وإلا يمشي على عين المكان شارع الحبيب بورقيبة النابل. ولا دونك لادريس سهلة ياسر دونك معنى اللي يعرف الجرة مش يدور أي برا ماشي للولاية بعد الولاية يلقى بروكس إكزاكتو. وهي مع النوابلية الكل يعرفوها هذا قاعدين نفسروا نحنا للناس اللي عمل حاجة اللي جايين من خارج من مش من نيبل إسباس فاميليال مزيان برشا. واللي يحب يعمل جو كل نهار حد عامل كاراوكي وينجم يستمتع وكل وكل جمعة إن شاء الله باش نجيب لكم جديد من بروكس. أكيد كانت هذه حاجة واو حاجة واو دونك بال